السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ بناء على طلبكم وبشده هنعرف مع بعض طريقه عمل الاباجوره من الخيط الصوف زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا عندي ليها اكتر من شكل، بس انا هوريكم الشكل ده النهارده. هوريكم شكل تاني بيتعمل بالبرطمانات، شكل تاني بيتعمل بالازايز، يعني نفس الشكل، يعني نعملها باستخدام برطمانات او ازايز. لو انتوا حابين تتابعوا فيديوهات اعادة تدوير الاشياء وازاي نعمل حاجات تزين البيت، اضغطوا اشتراك في القناة علشان يوصلكم جديد الفيديوهات. ويلا بينا نعرف ازاي نعمل الاباجورة الجميلة دي لأوضة الاطفال. ايه الحاجات اللي احنا هنستخدمها علشان نعمل الاباجورة؟ اول حاجة هنجيب خيط صوف بكرة على بعضها، يعني تعمليها ببكرة، اوكي، بكرة خيط صوف، وهنجيب بالونة علشان ننفخها وهنلف عليها الصوف، وهنجيب بقى علشان نديها الشكل الكروي ده وتبقى ناشفة كده، ما الخيط ما يبقاش طري، هنجيب غراء ابيض هتلاقيه عند بتاع البويات، في طبعا برطمانات من الصغيره، بس انا بجيب الكبير لان انا بستخدم الغيره كتير في حاجات كتير في البيت. وهنجيب ميه. طب ليه هنحط ميه ونحط نشا على الغيره مع ان الغيره بيلزق؟ علشان لو جه عليها ميه ما تطراش، لانه لو انت استخدمتي غيره بس لو جه عليها ميه ممكن تطرى الخيط، يطرى وترجع يفك من بعضيه. لكن لو احنا عايزينها تفضل ناشفه على طول يبقى نستخدم كيس نشا والغيره، هنحط الغيره، طبعا هي الغيره بتبقى لازقه شويه في البرطمان، بس ايه احنا بنفكها. حطينا شويه غيره، بعدين هنحط شوية مية عليها وهنقلبهم في بعض، بس انا قبل ما اقلبهم هنفخ البالونة علشان ايه؟ علشان نلف عليها. هننفخ البالونة بتاعتنا، هعملها بس دي حجم صغير، التانية طبعا انا عاملاها حجم كبير زي ما انتوا شفتوا. ممكن طبعا تعملوا اي حجم انتوا عايزينه، يعني تنفخوا البالونة بالحجم اللي انتوا عايزينه. انا نفختها حجم صغير لان انا مش جايبة بكرة خيط على بعضها، فعشان كده نفختها حجم صغير. هلف بقى الحاجات دي كده، الغيرة مع النشا، بندوب النشا في الغيرة كويس، وحتة النشا دي نتك عليها كويس علشان ايه؟ تسيح مع النشا. هنعمل ايه بقى؟ نجيب الخيط بتاعنا، هنمسك الطرف بتاعه الاول كده، نشوف الطرف فين اهو، وبعد كده هنغرق الخيط بتاعنا فيه الغيرة كده، بحيث ان هو كله يتعص غيرة. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنجيب البالونة اهي كده، هنربط بس الخيط عليها من فوق، نلفه كده على الجزء اللي فوق ده كده اهو، وبعدين هنلف بشكل عشوائي بقى الخيط بتاعنا. طبعا الخيط كله غيرة فهلفه عليها بشكل عشوائي. من فوق لتحت كده.
اهو زي ما احنا شايفين كده، لفينا الخيط عليها كلها بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات. اهو زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنغطسها كده في الغرة، نقصها كده غرة في كل ناحية بحيث ان هي تلزق كويس علشان الخيط ده يلزق في بعضيه. اهو كده. بعد كده بنحطها في مكان لمدة يوم علشان تنشف. وادي شكل الاباجورة بتاعتنا بعد ما نشفت زي ما احنا شايفين هنا اهي ناشفة. هنعمل ايه بقى؟ البالونة دي هنفرقها دبوس. بعد كده هنطلعها من هنا نقصها. من اي حته نروح مطلعين الجزء الباقي بتاع الخرنوت. زي ما احنا شايفين ده الشكل النهائي بتاعنا. طبعا انا عندي اشكال تانية كتير، لو انتوا حابين تعرفوا الاشكال دي اكتبوا لي في الكومنت ان انتوا حابين تعرفوا الاشكال دي، وانا باذن الله انزل لكم اشكال تانية مختلفة. بعد كده بقى هندخل فرع النور بتاعنا ده اهو، هندخله جوه. على فكرة فرع النور ده رخيص مش غالي، بسبعة جنيه. هندخله جواها كده بشكل عشوائي. على فكرة ممكن ندخله من جوه كله كده ونحطه بأي شكل، أو يعني ندخل كده في أي مكان، ندخل اللمبات بس ونخلي السلك بتاعها من بره بحيث انها ايه تنور اللمبات، تنور جوه بشكل حلو. اهو شايفين شكل الاباجورة وهي شغالة. احنا طبعا موزعين النور في اكتر من مكان. ده هيكون الشكل النهائي بتاعها. اتمنى ان هي تكون عجبتكم وتقدروا تنفذوها في البيت. طبعا نقدر نركب لها فتلة خيط كده ونعلقها في اي مكان. فرع النور على فكرة بينور ويكفي زي ما احنا شايفين كده. وبكده نكون احنا عملنا الاباجورة بتاعتنا ووصلنا مع بعض لاخر الفيديو بتاعنا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ويكون الفيديو مفيد، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير لاصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. الطريقة سهلة وبسيطة ومش محتاجة مجهود. ولو حابين تعرفوا الطرق التانية لاشكال تانية مختلفة كمان ممكن نعمل اباجورة نعلقها في السقف. لو حابين تعرفوا طريقتها اكتبولي في الكومنت وان شاء الله انزلها لكم قريب. أريكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.